توسع كبير في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كان أحد نتائج واحد من المؤتمرات الوطنية للشباب التي عقدت برعاية الرئيس السيسي والتي تستكمل بالمؤتمر السابع في العاصمة الإدارية الجديدة. ذلك التوسع جاء لنشر ثقافة العمل الحر واستغلال طاقات وقدرات الشباب في ريادة الأعمال بديلا عن الوظائف التقليدية، مما زاد من عمل وجهد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في دعم المشروعات الشبابية وتوعية الشباب بأهمية العمل الحر. ففي مكتب الجهاز بمدينة السادس من أكتوبر على سبيل المثال تم دعم 100 شاب يعملون على 92 مشروعا بمبلغ 19 مليون و500 ألف جنيه خلال العام الحالي، ووفرت 416 فرصة عمل. وفي عام 2018 دعم المكتب 183 شابا يعملون على 167 مشروعا بمبلغ 29 مليون و193 ألف و544 جنيه، ووفرت 634 فرصة عمل. ذلك فضلا عن تدريب الشباب على إنشاء مشروعاتهم ودعم أفكارهم بدراسات الجدوى وغيرها من الدعم الغير مباشر. مؤتمرات الشباب دي فتحت للشباب مجالات مختلفة او نورت لهم دماغهم شوية، بمعنى ان هو ابتدى يفكر في العمل الحر، وابتدى التركيز في الفترة دي من خلال توجيهات رئيس الجمهورية ان لازم اوضح للشباب ايه هي فوائد العمل الحر، وده اللي اشتغلنا عليه والسيد الرئيس ادانا الصلاحيات في التعاون مع الجهات المساعدة. عمرو من الشباب الذين تقدموا لجهاز تنمية المشروعات ليحصل على التمويل اللازم لمشروعه لإنشاء مكمورة فحم استوردها من أوروبا ليقوم بتصدير الفحم المصري للخارج من خلال منظومة آمنة على البيئة تتابعها وزارة البيئة. هذه المكمورة تنتج ما يقرب من 60 طنا شهريا من الفحم المصري المعد للتصدير. لا يستفيد عمرو وحده من التمويل الذي حصل عليه من الجهاز، بل تشاركه الاستفادة العمالة التي تعمل معه. اي اقتصاد بيبني انت لازم تخش جواه، والا هيفوتك القطر سريع مثلا. فاحنا لقينا الصين وسنغافورة وماليزيا بيشتغلوا بطريقة سريعة جدا. سيادة الرئيس توجه في المؤتمرات بتاعته ان احنا عايزين نواكب الكلام ده، احنا تأخرنا كتير. قدرنا ان احنا بقى نوصل بمؤتمرات الشباب واللي شفناه والحاجات اللي احنا قدرنا نشوفها دي، ان احنا نوصل للصندوق اللي هي الجهة الام وناخد الدعم، والحمد لله قدرنا ننفذ المشروع. واستكمالا لتوصيات مؤتمر الشباب، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على نحو يساهم في دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب.